أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الأمر بلعق الأصابع هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ وما الصارف له؟ الأمر للاستحباب، لأنهم يقولون الآداب، الأوامر التي يقصد بها الآداب الشرعية للاستحباب وليست، وكذلك النهي الذي يقصد به الآداب هذا يكون للكراهة. هذه قاعدة عندهم، قاعدة أن ما كان من باب الآداب فإن الأوامر فيه للاستحباب والنواهي فيه للكراهة. نعم.